زيرونا الليزر دايت، اتصل على الرقم التالي أو ادخل الموقع الإلكتروني. إذن مشاهدينا أهلا بكم من جديد، وحديثنا اليوم عن طرق جديدة ومبتكرة لإذابة الدهون والشحوم دون اللجوء إلى الجراحة. معنا في الاستوديو البروفيسور محمد ديب عيد، أستاذ واستشاري جراحة تجميل وأول رئيس الجمعية السعودية لجراحة التجميل. أهلا بك. أهلا بك بروفيسور. صباح الخير. طبعا مشكلة البدانة هي مشكلة تغزونا في العالم العربي بدون شك، والكل بيحاول أنه يتخلص منها، بجربوا كتير طرق من جراحة وغيرها، واليوم نركز على موضوع تخلص من هذه البدانة عن طريق إذابة الشحوم بدون جراحة. بدون شك زي ما تفضلتي أن البدانة هي الحقيقة هي أكثر، ما نسميها ديزيز، لكن أكثر شيء الحين مقلق المجتمعات كلها، مو بس المجتمع العربي، عندنا أكثر من غيرنا يظهر، لأنه حركتنا وأكلنا أجسم وحركتنا أقل، فهي مأثرة أكثر من غيرنا. بدون شك كلنا عايزين نتخلص منها. الطريقة المثلى للتخلص منها اللي هي معروفة، ما في شيء جديد عليها، هي الحمية والإكسرسايز. بدون شك مو كل الناس تقدر تعملها وتحاول تلجأ لطرق أخرى. دحين أحدث طريقة أو آخر شيء ما توصل إليه دحين الريسيرش والعلم في أمريكا هو هذا جهاز الزيرونة اللي هو الكولد ليزر، الليزر البارد، اللي هو الريت تبعه 635. الحقيقة هو قد ما تعتبره ليزر، هو لايت أكثر، لكن هو عشان كده هو very safe، يعني أهم شيء في الموضوع آمن جدا. طب بروفيسور كيف يعني آلية عمله، إذا بتتفضل تشرح لنا؟ هو كجهاز تطبيقه هو عبارة عن جهاز يتطبق على المريض، ما نسميه مريض أو سميته مريض أو في الطريقة التالية زي ما أنت شايف، هو عبارة عن يرسل الليزر على بعد 10 إلى 20 سنتيمتر من الجسم، مو شرط المريض يكون متعري، من فوق الملابس يعني، أي، ويطبق 20 دقيقة من قدام و20 دقيقة من المريض نايم على بطنه و20 دقيقة المريض. يعني هذه المسافة اللي حكيتها ضرورية تكون بين 20 سنتي مثلا إلى 10 سنتي بعيدة عن جسم الشخص؟ إلى حد ما يجب أن تكون قريبة جدا من هذا الرقم، يعني فرق 2-3 سنتي ما هي مشكلة، أما فرق 10-20 سنتي في مشكلة، فبيقعد بيأثر مثل أي صح مثل أي شيء. طب بروفيسور يعني، وعمل الشخص أو اللي راغب في تخلص من هذه الدهون عمل هاي الجلسات، بدأ هذا الليزر بإذابة الشحوم بالنسبة له، وين بتروح الشحوم؟ كيف بتخلص منها الجسم؟ هذه الشحوم أول اللي يقول لك هو كيف يعمل الجهاز. هذه الليزر تعمل على الخلية الشحمية، تدخل بطريقة طبعا صعب شرحها دحين إلى الميتوكوندريوم، وتشكل بعدين مادة تعمل ضعف في جدار الخلية الشحمية، وبالتالي والغريب أنه فقط على الخلايا الشحمية ما تأثر على الخلايا الأخرى، يعني هذا السؤال. فتعمل ضعف في جزء صغير من الخلية، جدار الخلية الشحمية، وبالتالي الشحومة اللي داخل الخلية الشحمية تخرج إلى خارج الخلية الشحمية، وبالتالي تخرج إلى الجهاز اللمفاوي وتمشي مع السائل اللمفاوي إلى العقد البلغمية، ومنها إلى القناة الصدرية، ثم تذهب إلى الكبد، وبعديها من الكبد إما تطرح عن طريق الجهاز الصفراوي أو تحرق بطريقة الكيتون. يعني هلأ السكريين دائما الشحوم إما الجسم يحولها لسكريات ويستعملها، أو لما تكون زايدة ممكن يحرقها بطريقة يحولها للكيتون بودي، واللي تطرح عن طريق الكلية. طب بروفيسور يعني الشخص كم جلسة بحاجة إذا ما بده يتخلص بالفعل من كمية مطلوب إنه يتخلص منها الدهون؟ هلأ التوصية أو ريكومنديشن تبع الشركة والريسيرش بيبول اللي عملوا الريسيرش وعملوا الآن بيقولوا إنه تبدأ، ونحن لاحظناها تبدأ من بعد الجلسة الثالثة أو الرابعة تظهر النتائج، وتكون النتائج شبه النهائية بعد 6 جلسات، وتظهر بوضوح بعد أسبوع من انتهاء الجلسات. بالمناسبة التأثير اللي بيصير على جدار الخلية يستمر 72 ساعة، لذلك تعاد الجلسة كل 48 ساعة،
وبعد 72 ساعة من آخر هذا آخر جلسة ترجع الخلايا الشحمية مسكرة. يعني كل يومين يرجع لطبيعته. معنى ذلك دكتور بأنه لازم الواحد بعد ما يعني يوصل لهالنتيجة اللي بده إياها لازم يحافظ عليها بدون شك. يعني مش إنه يرجع يأكل عادي ويرجع يصير بديل. بدون يعني. شك بدون شك هو عبارة يعني زي ما أنا بقول أهم شيء في هذا الجهاز ولأن تأكدت منه قبل ما نستعمله الحقيقة تأكدت من السيفتي الأمان الأمان تبعه وتأكدت فيه من عدة طرق. أول شيء الشركة هي عاملة أمان وعاملة الـ FDA approval والـ FDA دائما تعني الأمان ولا تعني أنه شغال ما هو شغال تعني أنه هذا أمين على الجسم فهذا أمين. تأكدت منه في عن طريق بروفيسور محمد زيلعي اللي هو بروفيسور معانا في جامعة الملك عبد العزيز واللي هو بيك ريسيرشر الحقيقة for the last 10 years وقال لي إنه it's very safe لأنه لما أرجع أنا إضافة إلى الشيء اللي أنا اطلعت عليه ف it's very safe آمن جدا جدا وأنا طبقته على نفسي. طبقته أنا كنت على نفسك؟ كنت رقم 2 في المجبنة. خسرت كم كيلو؟ نزلت 6 سنتيمتر من المحيط طبعا. هي بالمقاسات تنقاس الوزن. ايوه اكثر من مقاسات عند السره فوق السره تحت السره حول الفخذين وحول الذراعين. 6 سنتي كثير يعني شو هذول مقاسين ثلاثه مو قليل. طب بروفيسور في حالات اللي يمنع تطبيق هذه الاليه عليها حاليا اكثر شيء الناس اللي حاطين بيس ميكر للقلب يعني. للقلب العاملين بيس ميكر للقلب ما في حتى الآن شيء واضح إنما حرص لأنه باعتبار الجهاز جديد والأشعة هذه كلها جديدة ففي الاحتياطات دائما تؤخذ طبعا لا يمكن تعمل الحوامل لا يمكن كل هذه الحاجات اللي هي احتياطية لأنه لسه لم تطبق البحوث عليها ولا تعتقد طبعا نحن معاهم بس لا تعتقد الشركة انه حيكون له اي تأثير ضار على دول لانه زي ما قلت لك يعني هو صحيح اسمه ليزر او لايت ليزر او كولد ليزر لكن هو بالنهاية تبع اللايت يعني الليزر معروف انه هي عبارة عن ضوء في درجات منه درجات. طب دكتور هنا زي ما ملاحظين بانه المنطقة اللي عمالها يعني بتذيبوا الشحوم من فيها واسعة عريضة شوي اذا كان الشخص بده يكون يحدد اكتر هالمنطقة الزنود مثلا منطقة البطن فقط بدون منطقة اخرى الخصر فقط بدون اشياء تانية قديش بقدروا تكونوا تحددوا يعني تكونوا كمان يعني تزغروا المنطقة اللي بتشتغلوا عليها. كمان أنا أنقل الكلام وبعد لأنه نحن لن نستعمل جهاز 3 شهور فقط أنا أنقل ما قيل لنا عن طريق الشركة الصانعة أو الريسيرشر اللي هم عملوه وأنا جلست معاه فترة طويلة. طبعا ممكن تطبيقه على هذه الأماكن ويعطي نتائج في هذه الأماكن أكثر من غيرها وإن كان التأثير اللي عم يأثر على هالأماكن ينتقل إلى الخلايا الشحمية الأخرى يعني لو أثر على المناطق اللي في حول الجسم ينتقل التأثير إلى الخلايا الشحمية الأخرى وزي ما قلت لكم لا يؤثر على الخلايا غير الشحمية. طب يعني قديش نسبة مثلا إذا بدنا نحكي من بالمجتمعات العربية اللي بيعانوا من مسألة البداني المجتمع العربي الدحين البداني over 67 أكثر من 60-70% يا سلام سبقنا أمريكا كنا قبل بعد أمريكا بس دحين يعني راح يجيب زباين منيح الجهاز راح يجيب زباين منيح هلأ هو هذا الجهاز ما هو الجهاز اللي حيعمل معجزة خلينا نكون صريحين لكن هذا الجهاز هي عبارة عن بداية طيبة لتطور كبير جدا أنا دائما بقول يعني أنا أول مرة رحت أشتري كمبيوتر من 30 سنة كان حقه $70,000 كبير وأدى الغرفة وكسرنا الحيط لدخلنا دحين الجوال اللي بجيبي في ميموري أكثر من هذا الكمبيوتر فهذا هو عبارة أعتقد على بداية لعلم كبير في موضوع إذابة الشحوم عن هذه الطريقة وسعر سعر الجلسات دكتور سعر الجلسات بتاعوا الناس تحدد الحقيقة شركة بدر السلطان اللي هم وكلاء الجهاز لمنطقة الشرق الأوسط كلها هم اللي بيحددوا السعر وليس إحنا واللي محددينه حاليا أعتقد
بخمسمائة دولار لكل جلسة. أنا فقط بس بدي أذكر الموقع الإلكتروني لهذا الجهاز، ربما هو ورد في البداية ولكن أستأذكر المشاهدين في www.myzeronamiddleeast.com، كل المعلومات موجودة على الويب سايت حتى الناس تقدر تعرف أكثر عن هذا الجهاز. طب بروفيسور، الجهاز هذا يعني بدأ انتشاره في العالم العربي ولا هلا أكثر موجود في السعودية؟ لا، موجود في معظم العالم العربي، أكثر في السعودية، موجود في الإمارات، موجود في الكويت، وموجود في لبنان، وقريبا أعتقد حيكون موجود في كل العالم العربي. بروفيسور محمد ديبعيد، أستاذ واستشاري جراحة التجميل وأول رئيس للجمعية السعودية لجراحة التجميل، إحنا إن شاء الله رح نشوفك في لقاءات أخرى عبر الأقمار الاصطناعية للحديث طبعا عن موضوع البدانة في حلقات أخرى إن شاء الله. شكرا لك.